المعالم الأثرية بمدينة الباهية وهران التي تعد مقصد سياحي وتراث مادي يؤرخ لتعاقب الحضارات. يعد مسجد الباشا وقصر الباي محمد الكبير أحد هذه المعالم التي تلخص فطرة الوجود العثماني بها. هذه القلعة عبارة عن مدينة بحالها، لأنه يتألف على 10 حصون في الداخل وحصنين أماميين في الخارج. وعندما حرر الباي مصطفى بن يوسف المصراتي الملقب بوشلاغم مدينة وهران في سنة 1708 وجعله مقر، وعندما حرر الباي محمد العثمان الكبير البرج هذا نهائيا جعل هذا البرج مقر لحكمه، وهو ينقسم إلى قسمين، قسم للحكم والإدارة وقسم خاص للنساء الباي. هذه المعالم التي شهدت تشوها كبيرا وتدهورا لوضعيتها بفعل الزمن ويد الإنسان تنتظر التفاتة وإعادة الترميم لإنقاذها من الزوال، وهو ما تسارع السلطات المحلية للقيام به. فبالنسبة للمسجد نظن بلي باش كان فيه زيارة مؤخرا يعني لوفد تركي، ونظن بلي باش الأمور كلها يعني الموافقة المبدئية كاينة، ونظن بلي باش العملية تاع الترميم ستنطلق في القريب العاجل. بالنسبة لقصر الباي لحد الساعة يعني ما كانش فيه برنامج خاص بترميم هذا القصر هذا، ونحن نطمح ونتفاوض مع مدير وزارة الثقافة من أجل يعني أعطانا الأموال من أجل التكفل بهذا المعلم التاريخي الهام، والذي يعتبر كذلك يعني معلم حتى سياحي على مستوى ولاية وهران. نتمنى إن شاء الله أن يقدم الدعم الكافي لإعادة بناء وتشييد هذا القصر الذي يعتبر مفخرة لمدينة وهران، لأن محافظة على معلم أثري هو محافظة على ذاكرة أمة. كنز من المعالم يشد وسط وأطراف مدينة الباهية وهران، يربط حاضرها بماضيها ويبهر زوارها، يناشد فينا التدخل للإنقاذ والحفاظ على هذا الكنز.